ما صورناش مع بعض من زمان عند الحمام، كنت مشغول في تجربة التربية الجماعية للعصافير والطيران الحر للعصافير وكمان تجهيز العشوش، ولكن طلعت آخر كام يوم لقيت حاجات غريبة بتحصل عند الحمام، كان لازم إن أنا أصور معاكم الفيديو ده علشان أصوره. بقالي 3 أو 4 أيام بحاول إن أنا أصوره ومش عارف إني أصوره. طلعت من 3 أيام لقيت الرخام ده واقع اللي هو قافل الشباك بتاع طيران الحمام. طبعا انا قافلها بنتيجة وحاطط الرخام ده يسند النتيجة. لقيت الرخام ده كله واقع ولقيت دم في الارضية وريش كتير واقع، عرفت ان في حمامة اتعورت. بعد كده بدأت ان انا ارجع الرخام مكانه علشان المفروض ان دي الفتحة اللي الحمام بيطير منها، وطبعا لقيت الحمام كله طاير، حتى الحمامة المتعورة لقيتها طايرة على سطح جنبنا، معرفتش ان انا اعالجها، وللأسف الحمامة اللي هي كانت متعورة او الرخامة وقعت عليها ماتت تاني يوم. بدأت ان انا اكلف عادي خالص. بعد ما كلفت الحمام استنيت ان الحمام يدخل، لقيت ان الحمام بات فوق المزرعة وما دخلش المزرعة وخاف ان هو يبات داخل المزرعة، يعني هو دخل اكل وخرج بات بره. فقلت طبيعي ممكن يكون ان الحمام ده كان مفزوع نتيجة الوقعة ديت، لان طبعا لقيت ان الاكالة متبهدلة، ولقيت ان الجرادل دي واقعة والطواجن واقعة والدنيا كانت متبهدلة نتيجة لما الرخام دوت وقع من الارتفاع دوت على الجرادل والطواجن والمسقة وكمان الاكالة. تاني يوم طلعت لقيت برضو الحمام واقف برة. قلت طيب انا هكلف، وبالمرة قلت هنضف لان خلاص الحمام بدأ يخلص قلش. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الحمام كله بدأ يخلص قلش، قلت هكلف ونظف الأرضية كلها، يمكن في حاجة داخل المزرعة هم خايفين منها، في مثلا قوارض، في فار، في عرسة، في سحلية كبيرة، في أي حاجة مخوفة الحمام إن هو يبات داخل المزرعة. سمعت بقى صوت الفرخ اللي انتوا سامعينه ده، وأنا بنظف لقيت فرخ في آخر المزرعة في الجردل اللي قبل الأخير، مش من طيوري يعني مش من الحمام بتاعي. الفرخ دوت الحمام برضو امتى وفقس امتى، والفرخ عمره حوالي 2 أسبوع. طبعا انا كنت بطلع احط الكلفة وانزل على طول، ما كنتش فاضي ان انا اتابع الحمام وابص على العيون. فلقيت ان الفرخ كبر كده، بدأت ان انا اكله لان لقيته جعان جدا، وقلت ان شاء الله الحمام هيبات النهاردة بعد ما الدنيا نطفت والحمام اطمن ان مفيش حاجة غريبة مثلا او اي حاجة تخوفه داخل المزرعة. تعالوا كده نبص مع بعض على الفرخ. بسم الله ما شاء الله. اهو يا جماعه ده الفرخ اللي انا لقيته. طبعا ده فرخ بلدي مش من حمامي خالص ولا من انتاج حمامي. ازاي ان الفرخ دوت موجود انا مش عارف. طلعت تالت يوم لقيت برضو الحمام بايت فوق العشه من فوق ومش عاوز يدخل المزرعه، فاستغربت جدا، ولقيت حمام غريب هو اللي مبيت داخل المزرعة. فعرفت من الحمام الغريب دوت ان هما الاهالي بتاعة الفرخ ده. الحمام من كتر ما هو مطمن، الحمام الغريب اللي بيخش ياكل وعارف ان مفيش حد بيطلع المزرعة الا على قد ان هو يحط الاكل، الحمام الغريب لقيته بايت عندي جوه المزرعة وحمام انا بايت بره المزرعة. قلت يمكن يكون الحمام الغريب دوت بيضرب حمامي او بيتعارك معاه، فانا هطير الحمام الغريب دوت وانا هعتني بالفرخ الصغير وهاكله كل يوم، علشان لو في ضرب بينه وبين الحمام الغريب فحمامي بقى يدخل يبيت داخل المزرعة. لكن في اليوم الثالث ما كلفتش، يعني زي ما انتوا شايفين كده الاكالة فاضية تماما مفيش فيها اي اكل. طبعا الحمد لله انا بحط كلفة محترمة وكلفة نظيفة، والحمام الغريب بيخش ياكل وانا بقول ان هو بياكل لله، فبسيب الحمام ياكل ويطلع عادي. لكن انا مرضتش اكلف علشان خاطر لازم بقى الحمام ده يجوع علشان اعرف ابيته داخل المزرعة. رابع يوم طلعت لقيت الحمام طبعا دخل علشان ياكل، ملقاش الاكل زي كل يوم داخل المزرعة، فوقف مستنينا علشان احطله ياكل. زي ما انتوا شايفين هو طبعا واقف بيبص على العلاف ومستنيني ان انا احط له الوجبه بتاعته. طيب ده يعلمنا ايه؟ يعلمنا ان الحمام لازم اثناء التدريب انا بدربه بالكلفه. الحمام
مش هيسمع الكلام او مش هيبقى مطيع او مش هتقدر تدربه على الطيران الا من خلال الكلفة. بصوا بقى دلوقتي الحمام طبعا بقاله 24 ساعة ما كلش. بصوا كده اول ما احط الكلفة الحمام هيعمل ايه. الحمام طبعا انا متأكد انه هينزل مباشرة على الكلفة لان الحمام جعان جدا، ودي الطريقة اللي انا المفروض كنت بكلف بيها الحمام، بكلفه كل 24 ساعة، ولكن طبعا ما كنتش عارف اقفل عليه علشان هو كان بيبقى طاير بره، فكنت بكلف وامشي فهو بياكل ويطير. فطالما الحمام اكل وشبع وطار هيبدأ يركن منك على العشة من فوق او يركن على السطوح اللي جنبك، فلازم لما نيجي نطير الحمام نطيره وهو جعان. اي تدريب للحمام بيتدرب وهو جعان. لو جينا نبص على الطواجن، طبعا الطواجن كلها انا فارشها خلطة تحديق. الحمام من جوعه لو ركزنا في الارض هنلاقي ان الحمام كان بياكل في خلطة التحديق، لان طبعا عليها حبوب طاقة وعليها اضافات كتير، فمن جوع الحمام نزل قاعد ياكل في خلطة التحديق وكان مستني ان انا اكلفه. التجربة دي اتعلمتني اني لازم ان انا برضو اتابع الحمام علشان خاطر ما يحصلش اي مشكلة، وربنا يعوضنا عن فرد الحمام اللي مات. هي حاجة خارجة عن ارادتي لما الرخام ده وقع. لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان الفرخ الصغير بينده على الاهالي او بينده على الحمام الكبير علشان الحمام الكبير يأكله، وفعلا انا كنت خلال الاسبوعين دول ما كنتش بأكل الفرد الزغلول ده، فأكيد هو كانت الأهالي الكبيرة دي بتأكله. الحمام الزاجل علشان حنين والحمام اللاحم علشان حنين كان بيأكل الزغلول ده، كان بيأكله مع إنه مش ابنه، فده إن دل يدل على إن الحمام الزاجل ده حنين جدا. إن شاء الله هنرجع تاني ندرب الحمام ده. الحمام ده كله خلاص كبر بقى في سن الإنتاج، وان شاء الله نبدأ مع موسم الانتاج الجديد. وزي ما انتم شايفين قابلية الحمام على الكلفة، الكلفة فيها حبوب كتير، فيها غلة، فيها شعير، فيها ذرة عويجة، فيها ذرة صفرة، فيها بسلة، فيها قرطم، فكلفة ما شاء الله متنوعة جدا. وشايفين احجام الحمام، مع ان الحمام ده كان جعان خلال الفترات اللي فاتت، كان بياكل ويطير وكان بيفضل جعان بقية اليوم، لكن الحمام صحته ممتازة جدا ما شاء الله. انا عايز استنى معاكم في الفيديو اوريكم ان الزاجل دوت هيأكل الفرخ الصغير، وده ما شاء الله تدل على حنية الحمام. ربنا يبارك في طيورنا جميعا يا رب، والحمد لله على الفرخ اللي جاي لي كده من عند الله. يعني هم اهاليه طارم طبعا، ولكن ده طالع عندنا في المزرعة الحمد لله. انا طيرت اهلي، انا ما بمسكش اي حمام، اي حمام يجي ياكل حاجة كده لله، وربنا يبارك في طيورنا ان شاء الله ويرزقنا خيرها باذن الله. شكرا لكم، اخوكم احمد ابراهيم من قناتكم هاوي عصافير الجنة، ويا رب تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو، ونرجع تاني لفيديوهات الحمام مع بعض باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.